البداية اسمحوا لي باسم دائرة التنمية الاقتصادية بدبي ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة أن أتوجه بجزيل الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على حضوره ودعمه الكريم. ونبدأ بالفائز عن فئة البنك الداعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي. بنك مصر من جمهورية مصر العربية، حيث قدم البنك دعماً للمشاريع المتنوعة تستهدف تنمية المجتمع اقتصادياً واجتماعياً، وقدم العديد من المبادرات التي من شأنها المساعدة في التنمية المجتمعية. لو حبينا نعرف بقى معلومات أكتر عن نشاط بنك مصر فيما يتعلق بدعم المشروعات الصغيرة، هستقبل ضيفي دلوقتي الأستاذ عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر اللي برحب بيه في برنامج آخر النهار. أهلا بحضرتك. أهلا بيك معتز بيه، وبقول لك ألف مبروك على الجائزة. واضح إن إنها جائزة مرموقة، وهي جائزة التميز والجودة او الجوده على مستوى المنطقه العربيه. دي كانت في دبي، كلمنا عن اللي احنا شفناه دلوقتي ده. دي لا، دي مش جائزه جديده، دي يمكن اعتقد فريق الاعداد يمكن خدها كمثال الجوائز اللي احنا خدناها في مجال الشركات الصغيره والمتوسطه في البنك. احنا يمكن السنه اللي فاتت خدنا 6 جوائز في المجال ده من مجلات او مؤسسات مختلفه دوليه وعربيه، فكلها مؤسسات بنعتز بيها. تكريمكم على اساس ان انتم لكم باع طويل في دعم الفئات محدودة الدخل، ونموذج على ده في مشروعات عندكم شهيرة جدا زي مشروع طلعت حرب راجع، ده يمكن بنشوفه واحنا رايحين على طبعا البيل بوردز او الاعلانات اللي موجودة في على الكباري والطرق الرئيسية. كلمني عن المشروع ده بعد اذنك استاذ عاكف. حاضر. احنا طبعا احنا بنك وطني وعلينا الدور التنموي وعلينا طبعا دور ان احنا نساند الاتجاهات الدوله. ففي اتجاه طبعا لدعم المشروعات الصغيره والمتوسطه، كل جزء من الدوله بيعمل دور عليه. البنك المركزي خد مثلا مبادره ان هو 200 مليار اللي هم هيوجهوا للشركات الصغيره والمتوسطه. احنا فابتدينا نفكر جوه البنك، احنا كان المحفظه ما كانتش كبيره، كانت مليار ونص. وقعدنا نفكر طب ايه الحاجات اللي احنا ممكن نقدر نعملها بحيث نكبر المحفظه دي. فخدنا 3 اتجاهات علشان نحقق نمو. قلنا في جزء توعيه ان احنا بنك ومهتم جدا بالمشروعات دي، فعملنا الكامبين بتاعه طلعت حرب راجع. والرساله هي كانت بتقولها هي ان راجع بس بفكر جديد. ايه هو؟ ان بدل ما طلعت حرب ابتدى الثوره الاقتصاديه في مصر بانشاء والمشروعات الكبيره القوميه زي مصر طيران والنسيج وشركات كثيره والسينما وغيرها، لا لو رجع النهارده هيجي بفكر ان احنا نعمل مشروعات صغيره ومتوسطه، لان دي بتقضي على البطاله، بتأدي نمو كبير. لما انت بتشجع الشاب بدل ما يبقى يعني فكره تقليدي ويروح يطلب طلب توظيف او كده، انه يبدا يعمل بيزنس. مظبوط. او يعمل حاجه على صغير كده ويكبرها. فانت بتدعمه في انك بتقدم له تمويل طبعا بعد ما تدرس المشروع، مش اي حاجه بتقتنع بيها، مش كده؟ بالظبط كده، بالظبط. يعني حضرتك كلمني برضو على نموذج مثلا لحد بيجي بيقدم لك ايه الحاجه اللي بتخليك او المعايير بتاعتك انك توافق على حاجه. طيب انا بس هقول قصه الكامبين دي كانت جزء من محاور كتيره. محور اللي هو الكامبين ده للدعايه عشان الناس تبقى حابه ان هي تيجي تاخد المشروع، الحمله الدعائيه اللي احنا بنشوفها في الشوارع. الجزء الثاني هو طيب انا حد لو جالي البنك النهارده، اللي هو سؤال حضرتك، انا ايه المنتج اللي انا هقدر اديره، ايه الاجراءات البسيطه اللي هقدر اعملها بحيث ان هو يقدر ياخد القرض بتاعه باقل مجهود. طبعا هي الموضوع ده صعب ومش سهل، لان احنا بنتكلم على قطاع غير رسمي بنحاول ندخله في القطاع الرسمي. وفي اجراءات، يعني اي حد بيجي لازم في شروط معينه، لازم يكون معاه رخصه وبطاقه ضريبيه.
وميزانيات بحيث اقدر ادرس الشركه. لو هو دي فكره ومش قائمه هطلب منه برضو الرخصه والبطاقه الضريبيه، لان دي يعني اجراءات ورق مهم، بس مش هطلب منه ميزانيات لان هو لسه الشركه ما اتكونتش. بطلب منه دراسه جدوى على المشروع بتاعه وبندرسها معاه. كل الغرض من دراسه جدوى اتاكد من جديته واتاكد ان هو فاهم هو بيعمل ايه، لان ممكن ان هو يبقى مش فاهم فيخش في مشروع فيخسر فما يعرفش يسدد، فهو يخسر فلوسه وانا اخسر فلوسي كمان. طبعا فده الغرض من دراسه جدوى. الاجراءات بتختلف حسب. طب التمويل بيوصل لمبالغ شكلها ايه؟ يعني هل مثلا 50,000 مثلا 100,000 مليون؟ لا هقول لك، احنا هنقسمهم لثلاث اجزاء بالنسبه للشركات صغيره ومتوسطه. في متناهيه الصغر، دي صغيره جدا، دي بتاخد قروض صغيره قوي، الاف مثلا 1000 جنيه 5000 جنيه 10000 جنيه توصل لغايه 150,000 جنيه. دي بتبقى اجراءاتها ابسط شويه، ودي بتبقى مثلا حد بيشتري بضاعه وبيبيعها على طول، مثلا سوبر ماركت صغير قوي، كشك صغير قوي، كشك كده، حاجات كده. يعني ده الفكره بتاعتها. لما تكبر شويه حسب تعريف البنك المركزي، الشركات الصغيره تبتدي من اول مبيعات مليون، فمن اول مليون لغايه 50 مليون دي الشركات الصغيره. دي بتستفيد من مبادره المركزي للدعم، فبيستلف ب 5%. لما بيكبر اكتر وبيأكبر من 50 مليون لغايه 200 مليون، ده بياخد لتمويل الالات والمعدات بياخد قرض 7%. تمام. ده بعد ما بتكون اقتنعت بدراسه الجدوى، او يعني حسيت ان الموضوع ده رايح في حته ايجابيه بدل كده. ما يورط بالزبط. نفسه ويورط البنك بالظبط كده. بالظبط كده. فالاول بنعمل الدراسات. هي الفتره بقى بتسالني الفترات والاجراءات. المتناهي الصغر اجراءاته بتبقى سريعه، يعني احنا وحاولنا احنا كل شويه بنجود فيها وكل شويه بنقللها. يعني هي كانت 7 ايام نزلناها لخمس ايام من ساعه ما يجيب لي كل الورق بتاعه، دي ايام عمل. الصغير طبعا بيحتاج تحليل اكتر من المتناهي، فبتاخد من ساعه الورق كله ما يبقى جاهز بتاخد تقريبا في المتوسط 30 يوم. ده كانت قبل كده كانت 90 يوم، احنا نزلناها لغايه 30 يوم. دي اللي هي الصغيره. ده الصغيره. المتناهي 5 ايام عمل. المفروض لان اجراءاته بسيطه قوي، يعني بيجيب لي رخصه، بيجيب لي البطاقه الشخصيه بتاعته ونبتدي ندرسها. بس دي فتره الحقيقه يعني تعتبر قصيره كويسه جدا. سريع الحمد لله. طبعا المستوى المتوسط لانه بيبقى فيه طبعا مسؤوليات اكبر ومبالغ اكبر ودراسات، ده بتقعده زي شهر. ده الصغيره بتقعد شهر. المتوسطه بتاخد يعني من 6 اسابيع لثمان اسابيع. من 6 اسابيع لثمان اسابيع. دي اللي هي بقى بنوصل لراس مال قد ايه؟ دي لو مشروع قائم المبيعات بتاعته بتبقى فوق ال 50 مليون لغايه ال 200 مليون. لو راس المال يعني هو مشروع جديد، لو 50,000 لغايه 5 مليون بيستفيد من مبادره ال 5%، فوق ال 5 مليون بيبقى مش بيستفيد منها. طيب هل المواضيع دي، اعذرني في السؤال، انا مهتم قوي بالموضوع ده، لانه الموضوع ده على فكره المنظومه العالميه المصرفيه في العالم كله يعني بتعمل كده، بتمول الناس اللي هم جادين في ان هم يقيموا مشروعات او يقيموا شركات، وبالتالي بيدعموا الاقتصاد بشكل او باخر يعني. هل دي افكار لسه في طور يعني التطوير، ولا دي قائمه بالفعل على ارض الواقع وخلاص مولتوا ناس؟ عايز اعرف لو مولتوا قد ايه، صرفتوا ميزانيات قد ايه لغايه دلوقتي؟ هقول لك، قبل مبادره المركزي من تقريبا 2.5 سنين كانت حجم المحفظه حوالي 1.5 مليار، ده الاجمالي اللي انا مسلفه. النهارده اجمالي اللي انا مسلف القروض القائمه حوالي فوق ال 12 مليار. حصل يعني حوالي يعني ما اعرفش يمكن 10 اضعاف او احنا في سنه واحده زدنا من 4 اللي هي نهايه السنه الماليه بتاعتنا اللي بتنتهي في 30/6 في 2017 كنا 4 مليار و600، قفلنا السنه الماليه اللي فاتت ب 11 مليار، فحصل نمو 130%. ففعلا فدي ارقام واقعيه، مش وعشان كده الجوائز اللي اتاخدت دي كانت كلها يعني بتؤكد ان فعلا في نمو ومقاييس سريعه الحمد لله. استاذ عاكف، انتوا بتتابعوا مع مقدم المشروع، بتتابعوا البيزنس معاه وتطورات شغله ايه؟ اسلوب المتابعه ازاي؟ هل لو حد اتعثر اللي بيحصل؟ احنا الحمد لله عشان يعني بننتقي العملاء بصوره جيده وبعمل له تسهيل
انا ممكن ادي العميل تسهيل يكون مش افضل تسهيل بالنسبه له فيعمل له مشاكل، فاحنا دايما بننتقي ايه افضل تسهيل اللي هو يتناسب مع طبيعه النشاط بتاعته. فده بيساعد في تقليل نسب التعثر، فعندنا الحمد لله نسب التعثر تحت 1%، فدي نسبه ممتاز. مقبوله جدا ممتاز. الحمد لله على الفئه دي من الشركات. المتابعه دي طبعا في تجديد سنوي للعميل، في زيارات بنبعت استعلام بنستعلم عنه وعن الموردين بتاعته وعن العملاء بتاعته، فطبعا في متابعه لنسب التاخر، لو تاخر شويه بنتابعه على طول بحيث نلحقه ما يتراكمش عليه طبعًا. الفلوس ما بتقدرش انك انت تسيبه كده في المطلق لانك انت تعتبر شريك معاه في المشروع. في المحور الثالث بقى اللي هو محور الدعم اللي انا بديوله غير الدعم اللي هو تحت مبادره المركزي، الدعم الفني والتقني اللي بنحاول ان احنا نقدمه للعميل عندنا. فجزء منه بالتعاون برضو مع البنك المركزي في مبادره زي رواد النيل دي، احنا دي شغالين عليها دلوقتي ودي ان شاء الله هتم اطلاقها رسميا يعني قريبا. احنا بنعمل اماكن بيجي فيها العميل، بنساعده في ازاي ان هو يدير الشركه بتاعته، ازاي يساعده في دراسات التسويق، ازاي يساعده في البيع، ازاي يساعده في التعيين يعني كاتش ار يدير الناس بتاعته، كل الدعم اللي هو بيحتاجه عشان يقدر يبقى عنده مؤسسه ناجحه بنقدر نديله. ده يعني هنشوف هتبقى يعني هل بدون مقابل او بقيمه رمزيه، يعني هي مدعومه بالكامل من البنوك. تمام. لو حبيت ان حضرتك تحطني في الصوره اكتر، نوعيه الناس اللي بتجي لكم يعني شباب خريجي جامعات ومعاهد، ولا شباب مثلا بيشتغلوا في وظائف بس عايزين يطوروا من البروفايل او من حالتهم الماديه؟ لا بنشوف مستقبلهم. بنشوف شباب وبنشوف سيدات وبنشوف شابات يعني كل اللي حضرتك متخيله. في ناس صغيرين وجايين بفكره، وفي ناس عنده فعلا مشروع وقائم وشاب صغير وعايز يطوره وعايز يكبره، في حد لا سنه اكبر شويه، يعني كل ده لا بنشوف جميع الانماط وفوق كل الانماط وكل المحافظات. هل في فرق ما بين حمله مشروعك وما بين طلعت حرب راجع في ده مشروع وده مشروع؟ لا، طلعت حرب دي كامبين، دي ماركتنج كامبين، دي انا بحاول اوصل يعني حمله دعائيه. فكنا يعني بترسخ المفهوم ده. يعني في ناس سميته مشروع طلعت حرب، ودي حاجه جميله يعني، برضو قلنا خلاص مش مشكله طالما ان هو وصلت للناس، فدي حاجه جميله يعني. فكانت ناس بتجينا الفرع تقول لك انا عايز كامبين ناجحه اكيد بكل الحمد لله كانت كانت جيده. مشروعك ده مبادره كانت اتعملت مع المحليات، مع وزاره مع المحليات، التنميه المحليه. واحنا موجودين في اجمالي المحليات اللي داخله في المبادره حوالي 238 واحده. بنعمل ايه؟ بنساعده ان هو ياخد مش بس التمويل، لا ياخد الرخصه بتاعته من المحليات، فدي ليش بيسموها الشباك الواحد او الشباك الاخضر. دي على مستوى محافظات مصر. مظبوط. ودي ناجحه جدا جدا، ودي عمل يعني الحمد لله احنا عندنا تقريبا فيها دلوقتي يمكن 10 بنوك، احنا عندنا فيها يمكن 48% من اجمالي قروض اللي اتعملت فيها. ومبادره ممتازه لان هي بتحل له مشكلتين، مشكله الرخصه ومشكله التمويل في نفس الوقت، فدي كانت من الحاجات الممتازه. طلعنا يعني اجمالي القروض اللي خرجت فيها فوق ال 3 مليار، وبتخدمت فوق ال 60,000 مواطن. اكتر المناطق اللي بتبقى فيها اقبال على المشروعات يعني مثلا بحري، ابلي، الصعيد، اسكندريه؟ بالنسبه لنا المبهر جدا كان الصعيد، كان اماكن زي سوهاج. دي كان فيها شغل ممتاز. في منطقه وسط الدلتا، شرق الدلتا، دول برضو فيهم شغل جميل. الصعيد بقول لك بكافته يعني، بس بالذات سوهاج دي كانت اكتر حاجه، بس برضو اسيوط وغيرها كلهم يعني النمو فيه اكبر عندنا من القاهره بكتير، اكتر من القاهره كنسبه نمو. تمام. ايه اللي جاي؟ واتس نيكست بقى؟ ايه الخطوه الجايه؟ احنا طيب الجزء هو ان انا يعني احنا ما زلنا مع اننا حققنا الحمد لله يعني اثرنا فتره القروض، بس احنا ما زلنا لسه مش مبسوطين منها، فلازم كل شويه بنجود بنطور يعني، بنخلي الحاجات اللي انا اقدر اعملها بالنيابه عن العميل اجراءات كمعينه انا بقدر اعملها دلوقتي داخليا، فبوفر له وقت بدل ما يروح يعمل مثلا افلاس والبروتستو من المحاكم او
يعني يلف عليهم. انا بعملها لهم من عندي، من نظام عندي في البنك. الافلاسيو الافلاس لا دي طلبات من يعني ان انا اتاكد ان هو ما عملش تفليسه قبل كده، ما فلس قبل كده. دي اجراءات تقدر انك انت تسهل له الاجراءات بحيث ان هو ما يقعدش يلف لفه كبيره ويضيع وقت. بالظبط كده. فحاجات دي ده جزء، ده حاجات اتعملت زيها بقى دايما بنقعد ندور طب ايه الجديد اللي انا اعمله بحيث اسهل عليه الاجراءات واعمله واعمله من عندي. بنعمل بنحاول ان احنا الاتجاه في العالم كله ان انت تبقى رقمي، فبنحاول ندخل منتجات هي الرقميه بحيث اقصر الفتره بتاعه الموافقه، اقصر وقت الورق اللي بيتعمل، ادخل كل حاجه بصوره حديثه متطوره بحيث الاجراءات نفسها تمشي بسرعه والعميل ياخد القرض بتاعه في ابسط صوره. طبعا الترندز الجديده اللي هي الموبايل، عايزين نبقى يعني ده اللي شغالين عليه، ان هو يبقى لا يبقى المنحه عن طريق انه يخش على الانترنت على الموبايل ويقدم ابلكيشن ياخد الموافقه، اللي هو الاونلاين او خدمات الرقميه عبر الانترنت. بالظبط كده. طبعا ده العالم كله ماشي كده. وده اللي احنا عايزين ان شاء الله نقدر يبقى تواصل بينك وبين العميل او بينك وبين صاحب المشروع عن طريق الخدمات الرقميه، بدل ما يضطر يجي يعمل زياره. بالظبط كده. مش كده؟ بالظبط كده. ده اللي ده اللي جديد. بنحاول موظفين ولا ايه؟ لا بنحاول نوفر خدمه افضل للعميل بتاعنا. ربنا يوفقكم وكل التمنيات الطيبه والتوفيق ليكم في مشروعات بتفيد المجتمع بتفيد البلد. واحنا دايما هنبقى طبعا بنتابع معاكم اكيد المشروعات دي. احنا بنشجع اي توجه، لان احنا يعني مشكلة البطالة بتاعت الشباب دي مشكلة اكيد على اولوية اهتماماتنا، ونفسنا ان كل الناس تشتغل وتبقى زي الفل. هو الاعلام زي ما بتقول دوره كبير جدا جدا في تنمية المشروعات الصغيرة المتوسطة، لان الناس محتاجة تتشجع ان هي تروح للبنك. الناس بتخاف اوقات من تخش البنك. لا ما تخافش، احنا معاك. حتى لو حسيت ان الاجراءات في مثلا اجراءات بيروقراطية، ده جزء من مش يعني احنا بنحاول نشتغل عليه، بناخد يعني بناخد فيدباك من العملاء، نحاول ايه الاكتر حاجات كانت بتضايقهم بنحاول نشتغل عليها. في اجراءات هو ممكن العميل يقول لك ايه البيروقراطيه دي، انا عايز بطاقه ضريبيه، ده عايز رخصه، لا بس ده يعني لا ده ورق مهم، لان انا لازم اتاكد ان المشروع ده فعلا قائم وان هو عنده رخصه بحيث ان هو ما يحصلوش مشكله ان هي يعني يتسحب منه، يعني ياخدوا منه المشروع لان هو مش مرخص وكده. فكل ده مهم، فلازم العميل الثقافة بتاعته توصل له ان لا ليه لازم تخش في القطاع الرسمي، بالعكس احنا هنساعدك هتستفيد كتير لما تخش البنك ومولك هكبر لك مشروعك. انت خايف تخش في القطاع الرسمي، انا بقول لك لا خش فيه. لما تجيب مكان تقدر تستورد مكان، لما تقدر تستلف بفايدة 5% بدل ما انت مش بتستلف وبتكبر الشغل بتاعك، لا احنا معاك بنعملك دعم فني، يعني بنعملك تدريب. عملنا تدريب في اسكندرية وهنعمل دلوقتي تدريب في الصعيد برضو على التسويق والمحاسبة والحاجات زي كده، دي برضو بتفيد الشركات. فبقول لهم لا روحوا للبنوك، البنوك يعني ما تخوفش خالص يعني. وهو بس مرحلة في البداية بس في اللي هي زي ما يقولوا الطلعة الأولانية، وبعد كده الأمور بتتسهل تماما. مزبوط. لأنه ما ينفعش ان انا ابقى داخل على مشروع زي ده والبنك ما يحاولش ان هو يتأكد من ضمان الجدية يعني. جدية. مزبوط. يعني ممكن ناس كتير تبقى داخلة يعني مش عايز اقول بيضيعوا وقت، انما ممكن يكونوا مش فاهمين حاجه. مش فاهم. بالظبط كده. في جزء بيبقى عنده نوايا طيبه جدا بس هو طب مش عارف يبتدي منين. ما انت لازم تكون بتضمن يعني في عناصر الجديه متوفره عشان انت عايزه ينجح. فبنقول له لو انت عايز مشروع وينجح لازم محتاج منك الورق ده، ومحتاج منك الدراسه الجدوى اللي هي جيده، اللي هي فعلا انت فاهم انت هتجيب المكان منين، هتبيع المنتج بتاعك فين، هتسوقه ازاي، هتوزعه ازاي. كل ده دور مهم. بتمنى طبعا ان الامور دي تبقى يعني لمزيد من النجاح والحفظ ان شاء الله، حفظ التمويل تنمو وتكبر اكتر واكتر، ويستفيد المجتمع من هذه المشروعات المهمة جدا للاقتصاد المصري الحقيقة. بشكرك جدا. استاذ عاكف المغربي نائب رئيس مجلس ادارة بنك مصر، بشكرك على الظهور في برنامج اخر النهار. الف شكر. وكل التحية ليك ولاسرة بنك مصر. الف شكر. الف شكر. بشكرك يا فندم. شكرا. بعد الفاصل ملفنا الرئيسي النهاردة هطرح سؤال، هل يجوز عقاب الأب والأم على الإهمال في حق أطفالهم، وإيه حدود هذا العقاب، والأهم إيه حدود الإهمال في حق الطفل؟ هل الإهمال اللي ممكن ينتهي بوفاة الطفل لا قدر الله، ولا أي سوء قد يتعرض ليه هذا الطفل بيندرج تحت بند الإهمال؟
بين مؤيد ومعارض. النهارده هستقبل ضيوفي وهطرح هذا الموضوع للنقاش، وهستقبل اتصالاتكم التليفونية ومساهماتكم طبعا بالرأي عبر صفحة البرنامج على الفيسبوك. هنرجع بعد الفاصل، اوعوا تروحوا في اي حته.